السلام عليكم، نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نتعرفوا على سكودا سكالا موديل تاع 2019. حقق واحد النجاح كبير على المستوى الوطني ودار واحد الصدى على الصعيد الوطني اللي كبير بزاف. غادي نشوفوا البلاتفورم علاش كينتمي، الموتوريزاسيون ديالها، كذلك غادي نشوفوا اهم لي زوبسيون اللي فيها ولي طاريف باش كتخرج. صراحه عجبتني حتى انايا، وغادي نشوفوا لي فيرسيون كذلك اللي فيها، فما تمشيوش بعيد. خليونا نتعرفوا على الموتوريزاسيون ديالها. سكودا شركه تشيكيه كتنتمي للجروب تاع الفولكسفاغن، اكيد غادي تكون عندها نفس البلاتفورم ونفس الموتوريزاسيون تاع الفولكسفاغن اللي كتجي الانسيس تي دي اي ديزل 4 تاع السيلندر، فوليوم تاع السيلندر 1598 سنتيمتر كوب، بويسونس فيسكال 6 تاع لي شوفو، بويسونس ماكس ديالو 95 شوفو، بوات فيتيس مانويل 5 تاع لي رابور، كونسوماسيون ميكس 4.4 لتر في كل 100 كيلومتر، الفيتاس ماكسي ديالها 191 كيلومتر بار اور، 0-100 كديرها في 10 تاع لي سيكوند. سكودا سكالا الواجهه الاماميه كيف ما كتشوفوا، الكابو ديالها جا اغريسيف سبور شكل رياضي، الكالندر ديالها داير عليها بار كرومي، لي بروجيكتور ديالها لي فو دو جوغ اليماج اوتوماتيك فيها لي فار اونتي بغويه، زائد لي رادار من القدام ومن اللور كيجي، والبارشوك كيجي في الكولور تاع الكاروسري ديالها. ما شاء الله من الواجهه الاماميه رياضيه. سكودا سكالا من البروفيل ديالها كاينين دي جونت كيبداو 16، هادي برونش كاينين هادو تاع 17، كذلك عندك لي روتروفيزور غابطابل الكتريك شوفو تيجي اون اوبسيون، كذلك فيهم سي لي مينوس، عندك لي فيتر باك فيومي كيجي اون اوبسيون في الفئه العامرة، وكتكون فيها هاد لا باغ دو توا في الفئه العامرة. هادي لونطري دغام كتخرج بثلاث تاع لي فيرسيون، امبيسيون ستيل والاديسيون سبور، كيت غادي نقول لكم لي بري ديالها من بعد. كشكل خارجي انا عجبتني، ما كتعجبنيش في النوار، كتعجبني في الكري. السياره ما شاء الله رياضيه وكتبان شبابيه اكثر في هذاك الكولور كري. هذا كشكل من البروفيل ديالها. اما السياره من الخلف ديالها ما شاء الله، عندك لي فوا غيا جاو اليد افيك لي نونطون، عندك المونوغرام تاع سكودا، تيكون واحد سبويل سبور في الفئه العامره، زائد لي غادغ من القدام ومن اللور تاع الكاميرا دريكول. كيف ما كتشوفوا معايا لي فواغير ديالها جاو انتيغري في الكوفر اللي ما شاء الله زوين وفيه مساحه تخزين واسعه. السيستيم دي شابمون هنا ما جاش واضح، ما جاش باين، تيكون في التحت يعني تحت البارشوك. الكوفر ديالها كيهز 467 لتر، اطرو كبير ما شاء الله في الكاتيجوري ديالها، زائد فيه الاضاءه، زائد لي بونكيت اغيغ غابطابل باش تزيد في المساحه تاع التخزين ديالك. هذاك اضافه زوينه بالنسبه للسياره بحال هذه في الفئه ديالها. سكودا سكالا ما شاء الله عجبتني. غادي نقول لكم بلي هاد السياره هادي يلا دخلت المغرب في 2020، واكيد من هنا لواحد 50 فاش غادي تكسر في عدد المبيعات ديالها اكثر واكثر، غادي يكون بياس دو روشونج ديالها غادي تكون متاحه للجميع. اكيد الباب ديالها كيف ما كتشوفوا البواني كرومي، فيه انسير ديكوراتيف كيف ما كتشوفوا جا في داك البلاك دوت. هنا عندك لي بونكيت اغيير جاو اون تيسيو الكانتارا، زائد دو سورتي تاع الكليماتيزاسيون كيف ما كتشوفوا معايا هنايا، زائد بورت يو اس بي، وجا بلانفو ديالها فيها الاضاءه حاجه زوينه، كذلك هاد لانسيغ هذا تاع السلامه وسوكلس كونفورتابل. صراحه السياره كونفورتابل بزاف، كذلك كيف ما غادي تشوفوا معايا هنايا لي زوفيكس من اجل سلامه الاطفال والتثبيت ديال الكراسي ديالهم، هذا من ناحيه زوينه، زائد الكليما كيف ما قلت لكم. اجي نشوف الطوموبيله ككونديكتور وباساجي اللي كيجلسوا في القدام. الطوموبيله من الكالباب ديالها في هذاك لانسير ديكوراتيف جا بلاك دوت كيف ما كتشوفوا معايا، بواني كرومي، لي فيتر الكتريك توتال كوموند توتال تاع الكونديكتور، لي سباس دو رونجمون، لي سيلغ ديالها جاو الكانتارا ريغلابل مانيولمون، وفيهم داك لو داك السيبورا تاع اللومبير كيما كتشوفوا معايا. الفولون ديالها في العامره كيجي 3 برونش، هنا ملتي فونكسيون جا اون كوير يعني ريغيلاتور دو فيتاس، عندك ستوب ستارت ايكو ديماراج سونكلي، ليكرون ديالها تاع 7 بوز ملتي فونكسيون، عندك بواطاغون اكليري حاجه مزيانه ك ديزي سباس دو رونجمون. الابيتاكل ديالها جا فهاد اللوك هذا اللي شبابي بامتياز، عندك ايكرون تاكتيل ادابتاتيف رياكتيف مع الابل والاندرويد، كذلك فيها بزاف تاع لي زابليكاسيون الميديا ليكتور ميديا، بامكانك هنا تشوف ليطا تاع الطوموبيل، كذلك ليطا تاع البنو، ليطا موتوريزاسيون، ولي مود درايف.
ايكونوميك نورمال سبور. عندك الكليماتيزاسيون اوتوماتيك زائد دي زيسباس دو رونجومون بورت تاع اليو اس بي بلس 12 فولت بوط فيتاس 5 رابور مانيويل كيف ما كتشوفوا هنايا. عندك دي زيسباس دو رونجومون, عندك فران فينغر بريك كوب هولدر في لا كودوا سنترال ديالها, عندك مساحه تخزين اضافيه, زائد عندك هنايا لوكسيليير كيف ما كتشوفوا تاع 12 فولت. عجبتني الطوموبيله ككونسول سنترال ديالها, يعني حاجه مزيانه فيها جميع المستلزمات اللي بغاتها الوقت دابا ككونديكتور وكباساج اللي كيجلس في القدام. ستريمين ديالها مزيان ما شاء الله, المزيكا كتجيب 6 تاع لي هوت بارلور, يعني اللمسه المانيه في سياره تشيكيه بامتياز اخوتي. اكيد كنذكر ديما بلي ان راس كودا كتنتمي للجروب تاع الفولكسفاغن من ناحيه البلاتفورم والموتوريزاسيون ديالها. فاش كنقصدوا البلاتفورم كنقولوا الكاروسري, كنقولوا سيسبونسيون, كنقولوا ترانسميسيون كذلك والموتوريزاسيون. هذا من ناحيه التقنيه. كذلك الطوموبيل كومفورتابل, فيها الكومفور توتال, يعني الكراسه ديالها زائد لي زيكيبمون لي زوبسيون اللي فيها, يعني الريغلاج تاع لي سيلغي ديالها زائد ديك التقنيه تاع اللومبير. عندك لي زوفيكس من ناحيه السلامه زوينه, لي فريناج, لي زيرباك, لي غادار. موتوريزاسيون ديالها ما شاء الله قويه تاع الان 6 95 شوفو كيف ما قلت لكم اللي كديفلوبي 250 تقريبا نيوتن متر. هذا اجي نقول لكم لي بري ديالها. لي بري ديالها في لومبيسيون كدير 21 مليون و 400, ستيل كدير 23 مليون و 400, الاديسيون سبور كدير 26 مليون و 400. هذا يمكن اور فريد ماتريكولاسيون. المهم نتوما كتبقى البري على حسب النيغوسياسيون و بلان روميز ان شاء الله.